ينضم إلينا للمزيد من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا وسهلا بك أحمد. إذن يعني ما أحدث الغارات الجوية وأهم الأهداف التي تطالها هذه الغارات؟ نعم، البداية من عملية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، حيث قامت مسيرة إسرائيلية باستهداف سيارة على طريق عرية بقضاء بعبدة في محافظة جبل لبنان، ولم يتبين حتى الآن هوية من تم استهدافه بهذه العملية التي نفذت قبل قليل على طريق عرية. في بالتوازي مع هذا أيضا كانت هناك سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة بنت جبيل في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني على مدار الساعات القليلة الماضية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالإضافة أيضا إلى عدد من العمليات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بالجنوب اللبناني. يأتي ذلك بعدما قام جيش الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم بتوجيه سلسلة من الضربات القوية لعدد من المناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، من بينها منطقة حارة تحريك وأيضا الأوزاعي في محيط مطار رفيق الحريري الدولي. كان هناك استهداف لمبنى وربما هو مخزن للوقود في منطقة قريبة لا تبعد سوى عشرات الأمتار من فور مطار رفيق الحريري الدولي، وهو ما أثار جدلا واسعا في الساعات الأولى من صباح اليوم. ولكن المعلومات المؤكدة تقول أنه لا استهداف للمطار، وأن مطار رفيق الحريري الدولي لم يتأثر بهذه الغارة، رغم أنها تعتبر الغارة الأقرب إليه منذ بداية هذه الأحداث وبداية الاعتداءات على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. كانت هناك أيضا اعتداءات على تحويطة الغدير في الضاحية، بالإضافة أيضا إلى منطقة حدث بيروت في الساعات الأولى من صباح اليوم، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استخدمت فيها كميات كبيرة من المتفجرات، والتي سمع صدى ودوي انفجارها في مختلف المناطق في بيروت وفي مناطق أيضا من جبل لبنان وفي أطراف الجنوب اللبناني، وتحديدا في أطراف صيدا وعدد من المناطق الأخرى. يأتي ذلك العدوان بعدما نفذ حزب الله اللبناني 35 عملية من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، من بينها عمليات نوعية كبرى تنفذ لأول مرة، وكتلك التي استهدفت بصواريخ نوعية قاعدة عسكرية إسرائيلية في جنوب تل أبيب وبالقرب من مطار بن غوريون. وربما هذا يفسر سبب اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة في محيط أيضا مطار رفيق الحريري الدولي. من بين العمليات التي نفذها حزب الله أيضا كان هناك استهداف لقاعدتين بحريتين، من بينهما قاعدة حيفا البحرية وقاعدة أيضا مستحدثة تستهدف لأول مرة في شمال غرب حيفا، وهي المسؤولة عن المراقبة البحرية. كانت هناك أيضا استهدافات نوعية نفذها حزب الله من الجنوب بأسراب من المسيرات وبأكثر من 170 صاروخا من الجنوب اللبناني باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية والمستعمرات. كان هناك استهداف لاثنتي عشر مستعمرة على الأقل، سواء في المناطق المتاخمة للحدود بشكل مباشر أو في مناطق في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك أيضا استهداف لسبع تجمعات لجنود جيش الاحتلال، من بينهم ست تجمعات في بلدة مارون الراس اللبنانية الجنوبية، والتي تتمركز تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أطرافها في إطار العملية البرية التي ينفذها جيش الاحتلال في الجنوب. كان هناك أيضا استهداف لافت لتجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين بلدة كفر كلا ومستعمرة المطلة. كفر كلا هي بلدة لبنانية في الجنوب، بلدة حدودية، وكانت أيضا ضمن نطاق العملية البرية التي ينفذها جيش الاحتلال. كان تم رصد تجمع لجنود جيش الاحتلال بين كفر كلا وبين مستعمرة المطلة العسكرية الإسرائيلية، وتم استهداف هذا التجمع، علما بأن المطلة وحدها تم استهدافها مرتين على مدار يوم أمس. مرة استهداف مبنى كان يتحصل فيه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم، وعملية أخرى تم خلالها استهداف دبابة من طراز مركبة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية.